اهلا بحضراتكم من جديد، ودلوقتي هنبتدي مع حضراتكم فقرتنا الاخباريه. واول خبر معانا النهارده عن القضيه الفلسطينيه، قضيه القضايا ودور مصر المحوري والهام والحاسم جدا في هذه القضيه. الاستاذ ضياء رشوان رئيس الهيئه العامه للاستعلامات اعلن انه مصر هتشارك في الراي الاستشاري اللي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة أمام محكمة العدل الدولية بخصوص ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية منذ 67 حتى الآن. وقال كمان أنه مصر قدمت مذكرة لمحكمة العدل الدولية، وهيكون في كمان مرافعة شفهية يوم 21 فبراير، وهذه الخطوة أعتقد أنها مهمة جدا جدا في القضية الفلسطينية، ولكل من يشكك في الدور المصري في هذه القضية يشوف مصر بتعمل إيه، يشوف أنه الدولة المصرية ما هياش دولة صاحبة صوت فقط، إنما صوت وفعل. الدولة المصرية لما بتيجي تاخد خطوة بتكون محسومة 100%، وبتكون يعني تحت إشراف من خبراء كتير جدا ومن محللين كتير جدا، والخطوة بتكون فعلا خطوة مهمة في القضية الفلسطينية. الحقيقة تفاصيل كتير جدا محتاجين نعرفها عن المسودة المقدمة من مصر لمحكمة العدل الدولية وتأثير هذه الخطوة على القضية الفلسطينية، لكن اسمحوا لنا مشاهدينا الكرام هنطلع لفاصل سريع جدا ونرجع لحضراتكم مرة تانية نستكمل حديثنا عن القضية الفلسطينية ودور مصر البارز في هذه القضية. زي ما شفنا ده كان توثيق بسيط لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، والحقيقة في آلاف الفيديوهات موجودة عندنا وموجودة كمان على مواقع التواصل الاجتماعي بتوثق قد إيه أنه الاحتلال الإسرائيلي بيعمل إبادة جماعية. الاحتلال الإسرائيلي ما عندوش ولا قلب ولا رحمة ولا إنسانية، وما زال حتى الآن يقتل في الأطفال والأبرياء والنساء وكبار السن. حوالين المسودة المقدمة من مصر أمام المحكمة محكمة العدل الدولية اللي كنت بكلم حضراتكم عليها قبل ما نخرج لفاصل، والمذكرة المقدمة وأيضا الدعوة الشفهية اللي هتكون من مصر يوم 21 فبراير، أكيد زي ما كنت بقول لحضراتكم تفاصيل كتير جدا وخطوة مهمة جدا جدا في القضية الفلسطينية. محتاجين نفهم جوانب أكتر، ومحتاجين نفهم ماذا جاء في المذكرة المقدمة من مصر. عشان كده خلونا نرحب بسعادة سفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة سفير بنرحب بحضرتك وصباح الخير. صباح الخير يا أندرو ليك والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. في البداية عايز حضرتك تكلمني أكتر عن المسودة المقدمة من مصر أمام محكمة العدل الدولية فيما يخص ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي منذ 67 حتى الآن. يعني المذكرة بترصد التصرفات اللي فعلا قامت بها إسرائيل منذ 1967 حتى الآن. أولا إقامة مستوطنات في أراضي محتلة،
وده مخالفة صريحة للقانون الدولي وبآراء يعني كثير من الخبراء القانونيين سواء في الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس كارتر. هو سعادة السفير الاحتلال في حد ذاته ده أصلا مش مخالفة؟ يعني الاحتلال في حد ذاته هو مخالفة، لكن مش من حقه يقيم منشآت مدنية ثابتة. يعني هو من حقه يقيم منشآت أمنية لحماية أمن قواته إلى أن يتم الجلاء. ما هو ساعات بتاخد حاجة اسمها ديفاكتو أو أمر واقع أن اتفرضت قوة فرضت نفسها، فبالتالي في قانون بيحكم هذا، يعني ما هياش فوضى. فهنا إسرائيل خلفت هذا، حتى في عهد رئيس وزراء إسرائيل ليفي إشكول طلب رأي قانوني من وزارة الخارجية، مستشار قانون وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن إنشاء مستوطنات مدنية في الأراضي اللي احتلتها إسرائيل. قال له هذا ممنوع قانونا ومخالف قانونا. بعد كده طبعا لغت إسرائيل هذا وتمادت في المستوطنات على أساس فكرة روجت لها بشدة أثناء فترة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، وهي أن الأراضي في الضفة الغربية وغزة أراضي متنازع عليها، يعني حولت منها أراضي محتلة إلى أراضي متنازع عليها، إنها تثبت أن دي إسرائيل لها حق فيها. ومناحم بيجن قال our liberated land، يعني أرضنا المحررة، وغيروا اسم الضفة الغربية إلى سامرة، أخبرت. فهنا التغييرات الإسرائيلية سواء في الضفة الغربية أو في القدس ده تغييرات اليونسكو أصدرت عدة قرارات تناقض التغيرات اللي بتقوم بها إسرائيل في القدس، وأثبتت قالوا ليس هناك ميراث أو تراث يهودي في القدس. فأدي ناحية. ناحية الأخرى التفرقة العنصرية في التعامل مع الفلسطينيين، يعني المستوطنات بتخضع لحكم مدني رغم ان هي في اراضي محتلة ومغتصبة، الفلسطينيين بيخضعوا لحكم عسكري. حتى بعد ما اقيمت السلطة الفلسطينية لم تحترم السلطة الفلسطينية اللي اقيمت وفقا لاتفاق اوسلو 1993. الناحية الثانية أيضا اللي هي فرض ضريبة على الفلسطينيين، إنها بتحصل الضرائب من المخارج، إنها بتحصل الجمارك، ولازم تاخد هي حصة منها، وساعات تستخدمها كوسيلة ضغط. أيضا بالنسبة لخنق الاقتصاد الفلسطيني، يعني جميع المدن الفلسطينية مقام عليها حواجز بحيث انك لا تستطيع ان تنتقل من مدينة الى مدينة الا اذا مريت ببوابات عليها قوات من جيش الاحتلال الاسرائيلي، وقد ينتظروا بالثمان ساعات وممكن يرجعوا بعد ما ينتظروا، فتبوظ البضاعة اللي معاه مثلا اذا كان نقل خضروات او فواكه. ايضا بالنسبة لانكار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وده مبدأ دولي في ميثاق الأمم المتحدة، إن من حق كل شعب أن يقرر مصيره واختار دولته. أبعد من هذا، إسرائيل أنشئت بشهادة من الأمم المتحدة اللي هو قرار التقسيم في نوفمبر 1947 اللي بيقسم فلسطين إلى دولتين، دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية. أقيمت الدولة الإسرائيلية ولكنها اتضح انها دولة معتدية، دولة استعمار استيطاني. الاستعمار الاستيطاني من اسوء انواع الاستعمار، لان هو بيدعي ان الارض دي ملكه وان هو لازم يغيرها بالصورة اللي تناسبه. ففي قرار من الامم المتحدة باقامة دولة فلسطينية. فهنا يعني ده كل ده بتظهره المذكرة، الى جانب مثلا التفرقه الدينيه، يعني منع المسلمين ان هم يروحوا يصلوا في المسجد الاقصى. واحنا شايفين حاليا حتى الممارسه حاليا من وزير الامن الاسرائيلي ان هو منع، قال ما فيش حد يروح، وبيحدد السن ما يروحش اقل من 70 سنه. سعادة السفير بصبح يعني على حضرتك مره تانية.
صباح الخير. اهلا صباح الخير ليك. اهلا صباح أهلاً الخير. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني واحنا بنشوف كمان الدور المصري الكبير منذ بدايه القضيه الفلسطينيه واهتمامها بيها جدا، يعني احنا بنشوف ان الخطوه دي في التوقيت ده بالذات يعني دي خطوه مهمه جدا، فايه تبعات مشاركه مصر في الدعوه ضد اسرائيل امام محكمه العدل الدوليه؟ يعني مصر لها علاقه خاصه جدا بالقضيه الفلسطينيه والعالم كله فاهم ذلك، لان منذ رمسيس الثاني لما وقعنا اتفاقيه قادش اصبحت فلسطين كلها تحت السلطه المصريه والسياده المصريه، فهي بوابتنا الشرقيه، فبالتالي مرتبطه بالامن القومي المصري. العالم كله يعلم ان مصر حربت حروبها كلها بسبب القضيه الفلسطينيه وبسبب ان الشعب الفلسطيني لابد ان يحصل على حقوق من 48 ل 67 ل 73، كل دي سببها هو هذه الدوله التي اقيمت واصبحت مصدر قلق في المنطقه. فالنهارده مصر بتواجه اسرائيل بالحقائق وبالجرائم اللي هي ارتكبتها، بتحطها قدام العالم في ظل موجه في العالم حاليا بتطالب بضروره انشاء دوله فلسطينيه. فهنا ده مع يتوافق هذا مع ده، وفي 52 دولة ومنظمة دولية ستقدم نفس الشيء، فبالتالي هتجد إسرائيل نفسها في موقف الرفض اللي هي بترفضه ده خاص بيها، لا يعني الدول العالمية في شيء آخر، وإنما من حق كل دولة وفقا لسيادتها أن تعترف. وده برضو بعد سعادة السفير نتنياهو صرح أنه مش هيتهاون في أنه يقتحم رفح الفلسطينية. ما هو ده يعني نوع يعني ما مش عاوز اقول ان هو يعني غباء سياسي، يعني هو بيناطح الصخر حاليا، لان العالم كله بيندد بما قامت به اسرائيل، وسمعنا رئيس البرازيل في الاتحاد الافريقي قال ايه على اسرائيل؟ وقال ان النازي لم يفعل ما فعلته اسرائيل من تدمير وقتل. فهنا بدات اسرائيل دوله يعني مثيره للقلق، مثيره للاضطراب، مثيرة لعدم الاستقرار في المنطقة. وبعدين نتنياهو عمره السياسي قصير، يعني مجرد انتهى الحرب سواء لهدنة مؤقتة أو لهدنة دائمة سينتهي مستقبل أو فعلا سعادة سفير هو بيلفظ أنفاسه الأخيرة. بس أنا عايز أسأل حضرتك كمان عن إزاي هتأثر هذه المشاركة على العلاقات المصرية الإسرائيلية، خصوصا ونحن نتحدث عن معاهدة سلام لها سنين طويلة جدا وعلاقات دولية برغم كل الخلافات السياسية اللي بيننا وبين إسرائيل، إنما في علاقات دولية وفي معاهدة سلام، فإزاي هذه المشاركة هتأثر على هذه العلاقة؟ وكمان بقى فكرة انه اسرائيل خلاص هتحط مصر قدامها ان هي عدو، وممكن يكون في يعني زيادة في التحرش بالاراضي المصرية زي ما شفنا في الفترة الاخيرة. يعني في رأيي ان لا، العكس تماما، ان مصر بتستكمل عملية السلام التي لم تستكملها اسرائيل، لان في مؤتمر كامب ديفيد اللي اتعمل واقر به إطارين للسلام، إطار للسلام بين مصر وإسرائيل وإطار للسلام في الشرق الأوسط. فإسرائيل لم تلتزم حتى الآن منذ 1977 حتى 78 حتى الآن بإطار السلام الخاص بالشرق الأوسط. وبالمفاوضات مصر استمرت تفاوض من أجل حكم ذاتي للفلسطينيين لمدة سنتين، ثم بعد ذلك توقفت، والفلسطينيين استمروا يتفاوضوا مع إسرائيل لمدة 30 سنة ثم توقفوا بسبب التعنت الإسرائيلي. فمصر لا تدعي على إسرائيل، يعني هنا نقطة مهمة جدا، كل ما ستذكره مصر أو ما قدمته في مذكرتها هو ناتج عن تصرفات فعلية وبيثبتها الواقع العملي على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فهنا يعني ده لا يثير عداء، بالعكس، إن ده بالنسبة لو في يعني نوع من العقلانية في إسرائيل انهم يؤمنوا بان لا امان لهم ولا سلام الا باقامه الدوله الفلسطينيه، وان القوه لا تحقق الامن. انما وده ثبت في 7 اكتوبر وثبت حتى الان، يعني اسرائيل تعيش في خوف وقلق، فلن يزيل هذا القلق الا انها تستجيب. فمصر بتساعد الشعب الفلسطيني في حق تقرير مصيره، هي لا تحرضه على ممارسه القتال ولا تمده بالسلاح
وإنما حقه التاريخي، حقه التاريخي أكيد، وحقه القانوني وفقا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، وحقه الطبيعي زيه زي أي شعب في العالم. يعني الشعب الفلسطيني من حقه إنه ينعم بحياة هادئة زي أي شعب في العالم. سعادة سفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، بنشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة، والحقيقة بنشكر كمان كل المسؤولين المصريين على الخطوات الكبيرة جدا والمهمة اللي بياخدوها في ملف القضية الفلسطينية، لأنه فعلا زي ما كنت بقول لحضراتكم خطوات محسوبة وخطوات مهمة جدا ولها تأثير كبير. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم أخبارنا، لكن اسمحوا لنا نطلع لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معنا. لمدار السنين كانت مصر بتعاني من عدم قدرتها على تحقيق معدلات النمو اللي تكفي احتياجاتها وتعوض الزيادة السكانية المتسارعة، ونتيجة الاضطرابات السياسية في 2011 و2013 تعطلت المسيرة المصرية ووصل حجم الخسائر ل 450 مليار دولار، وانخفض الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار في يناير 2011 ل 13 مليار دولار في 2013، ووصل دين الموازنة العامة للدولة في 2014 ل 2.1 تريليون جنيه، وهو ضعف ما كان عليه في 2010. وصلت فاتورة الاستيراد لحوالي نص تريليون جنيه. العوامل دي كلها كان لازم لها طريق مختلف وأفكار مبتكرة. واحنا موجودين عشان نفضل نشتغل. وفي 2014 الدفة اتغيرت وبدأت حركة التنمية في كل شبر في أرض مصر، وأول حاجة اشتغلت عليها البلد كانت السيطرة على الاضطرابات الأمنية ومواجهة الإرهاب. كنا بنقول إحنا عندنا استعداد نعيش 10 سنين من أكل، من غير أكل، من غير شرب، بس يبقى في أمان. ومن بعدها اشتغلنا على الإصلاح الاقتصادي لجذب المستثمرين الأجانب والمصريين عشان نبني البلد من تاني، وفوراً وضعنا خطة إصلاح اقتصادي شامل بدأت بتغيير في السياسة النقدية للبنك المركزي من خلال وجود مرونة في سعر الصرف وخضوع الجنيه لقوانين العرض والطلب، بدل ما كان بيتسعر بأعلى من قيمته، فكان بيقضي على أي أمل لأي صانع مصري إنه يشتغل ويصدر. وفي نفس الوقت برنامج الإصلاح الاقتصادي شمل أيضاً تغيرات في السياسات المالية ظهرت في سعي الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة من خلال إعادة هيكلة الدعم وإعادة توزيع بنود الميزانية عشان خدمات الحكومة توصل لمستحقيها الحقيقيين. وبالتوازي اشتغلت البلد على تطوير الهيكل الإداري وقوانين الاستثمار عشان تكون جاذبة لرؤوس الأموال، فظهرت قوانين لحماية المنافسة وتسهيل إجراءات تأسيس أي شركة في مصر، فبدل ما كان تأسيس شركة بيستلزم 10 إجراءات وحوالي 20 يوم، بعد القوانين والقرارات الجديدة بقى يقدر أي مواطن إنه يفتح شركة في خلال يوم واحد بإجراءين بس، ده غير الحوافز والإعفاءات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإنشاء وتطوير مراكز لخدمات المستثمرين. أما على الأرض مصر ابتدت في عشرات المشروعات القومية في كل المجالات، كل المشاريع دي ساهمت في تحريك عجلة الاقتصاد من تاني وتعزيز دور القطاع الخاص في البلد، وده انعكس في ارتفاع الاحتياطي النقدي لرقم تاريخي وهو 45 مليار دولار، وانخفاض التضخم من أكثر من 33% لحد ما وصل في 2019 لأقل من 4%. واحد من أهم عوامل نجاحنا كانت المعجزة اللي حققناها في قطاع السياحة بعد ما استعدناه من بعد سنين انهيار بسبب الفوضى اللي مرت علينا. وبعد ما انهارت إيرادات القطاع في 2011 بنسبة 30% ما سكتناش، وفي خلال 9 سنين وصل حجم الاستثمارات في قطاع السياحة والآثار ل 65.15 مليار جنيه. انتشار وباء كورونا في نهاية 2019 خلى العالم كله يقعد في البيت، المصانع وقفت والإنتاج اتعطل، ونتيجة لده تعرض الاقتصاد العالمي لانكماش وخسائر وصلت ل 8 تريليون دولار، فأسوأ أزمة شهدها العالم من أيام الكساد العظيم. وحتى بعدها لما الحياة بدأت ترجع من تاني ظهرت مضاعفات للأزمة، بعد ما وصل الطلب على المنتجات لأقصى درجة فحصلت أزمة في سلاسل الإمداد والتوريد ضربت العالم كله. دخلنا في أزمة تانية، الحرب الروسية الأوكرانية، واللي ضعفت من أزمة سلاسل الإمداد، وفوقها عملت أزمة طاقة بعد ما ارتفعت أسعارها بنسبة وصلت ل 20%،
والنتيجة كانت موجات تضخم اجتاحت دول العالم بالكامل، وبسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة فاتورة الاستيراد المصرية تضاعفت في وقت قليل. بس احنا كنا مستعدين. البنك المركزي اتخذ سياسات نقدية مشددة برفع سعر الفايدة لمواجهة التضخم، والمالية زودت مخصصات الحماية الاجتماعية وزودت الأجور والمعاشات عشان تساعد المواطن على تخطي الأزمة، وكملنا في طريق جذب الاستثمارات بقوانين زي الرخصة الذهبية، وعملنا المؤتمر الاقتصادي، ومن مايو 2022 قمنا بكتير من الإجراءات لتهيئة مناخ الأعمال من خلال عدة مسارات زي وثيقة سياسة ملكية الدولة وإطلاق منصة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء لتسهيل حل مشكلات المستثمرين. كذلك قمنا بإنشاء صندوق مصر الفرع للطروحات واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتوطين منظومة النافذة الواحدة في الموانئ الجمركية وتعليق الضريبة العقارية لمدة 3 سنين ل 19 قطاع صناعي ومبادرة دعم القطاعات الزراعية والصناعية بفايدة ميسرة 11%. وفي 2022 البلد حققت أعلى زيادة في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في 10 سنين، بإجمالي وصل ل 10 مليار دولار بزيادة ضعف تقريباً عن 2014. وعلى مدار السنين دخل مصر صافي استثمارات وصل ل 63 مليار دولار. محدش استنى إنجاز يسلم التاني، بالعكس مصر اتحركت في كل المحاور في نفس الوقت، لأنها أمنت إن الحكاية مش حكاية مباني ومصانع، الحكاية في الأساس حكاية وطن. برحب بحضراتكم من جديد. والحقيقة في وسط الأزمات اللي احنا بنمر بيها ووسط التطورات اللي موجودة في العالم كله، العالم كله بيمر بأزمة اقتصادية، لكن مصر بتحاول التعافي من هذه الأزمة الاقتصادية، بتحاول جاهدة الصراحة يعني أنها تتعافى من هذه الأزمة. عشان كده انطلق فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع اللي كان يوم الحد 18 ومكمل لحد النهاردة الاثنين 19 بمشاركة مجموعة من الوزراء ورجال الأعمال والمال الاقتصاديين. تنعقد نسخة العام الجاري تحت عنوان 2024 عام استكشاف التعافي. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا المؤتمر وفعالياته، عشان كده بيسعدنا ويشرفنا أن يكون معانا على الهاتف دكتورة ريم عصام مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور. أهلا وسهلا، صباح الخير على حضرتك، صباح الخير على السادة المشاهدين. صباح الخير. يعني احنا عاوزين نعرف فكرة عن المؤتمر وايه اللي بيتم مناقشته في المؤتمر. الحقيقة زي ما حضرتك قلت في المقدمة، افتتح عدد من المسؤولين البارزين نسخة تاسعة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين على رأسهم الدكتور محمد معيد وزير المالية، والأستاذ أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ودكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والأستاذ حسام هيبة رئيس التنفيذ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسل رحمي رئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات. الحقيقة كمان لازم نشير بأن هناك المؤتمر يتضمن مقابلتين حصريتين لشخصيات بارزة في الاقتصاد المصري، سيد أيمن سليمان رئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، رجل أعمال بارز أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة السويدي إلكتريك. الحقيقة أهمية النسخة التاسعة لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين المنعقد امبارح ومكمل النهاردة بتيجي مع تساقط مع محاولة الدولة المصرية للوصول إلى خطة التعافي للاقتصاد المصري تتغير من خلالها دفتة الاقتصاد المصري نحو النمو والتطور، لأن هناك ظهرت أو باتت حاجة، هناك حاجة ملحة لضرورة رسم خطة للخروج بالاقتصاد المصري والنهوض به زي ما قلتي كده في التقرير اللي عرضته. العالم كله مر بأزمات، أزمة كورونا والإغلاقات وأزمة الخلاف الروسي الأوكراني وفي الأخر الحرب على غزة، حالة تضخم ضربت العالم كله، ارتفاع البنك المركزي المصري خد سياسة ارتفاع رفع معدلات الفايدة لمواجهة التضخم، وزارة المالية والدولة المصرية دخلت بحملة أو حزمة من الإصلاحات المالية ورفع الحد الأدنى زي ما شفنا الأسبوع اللي قبل اللي فات من توجيهات السيد الرئيس، ولها محاولات للوقوف إلى جانب المواطن المصري
ونهض الاقتصاد المصري. طيب عايز اسال حضرتك يا دكتور طبعا بعد التحيه، عايز اسال حضرتك ايه المختلف في النسخه التاسعه من هذا المؤتمر؟ نحن نتحدث عن 8 نسخ قبل كده ودي النسخه التاسعه، فايه المختلف في النسخه التاسعه خصوصا زي ما كنت حضرتك بتذكري في مرحله التعافي بالنسبه للاقتصاد المصري واحنا بنمر بازمات كتيره جدا، ايه المختلف في هذه النسخه؟ اكيد صباح الخير عليك يا استاذ اندرو. يا استاذ اندرو الحقيقه بيتضمن المؤتمر 6 جلسات بمجالات مختلفه، يعني تضمن سوق المال والخدمات الماليه غير المصرفيه، لان احنا ملاحظين وكلنا ملاحظين بشده وابزرفد نشاط القطاع المالي غير المصرفي بالاضافه الى القطاع المصرفي والبنوك المصريه، العقارات، الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، والزراعه والصناعه. والحقيقه عايزه اركز على الزراعه النسخه التاسعه، حضرتك سالتني استاذ اندرو عن اختلافها عن النسخات اللي فاتت. الحقيقه النسخه التاسعه في كانت هتشهد وشهدت مناقشات ثريه لاول مره في تاريخ المؤتمر من 9 مؤتمرات فاتت، التركيز على الاستثمار الزراعي، واللي الحقيقه الاستثمار الزراعي بات قطارا عملاقا ليه دور كبير في الاقتصاد المصري ودفع عجله الاقتصاد المصري نحو النمو. ما ننساش طبعا ان مصر طول عمرنا بنقول مصر هبه النيل وان احنا دوله زراعيه في المقام الاول. طبعا في محاولات وتفرق صناعيه، ولكن بالاساس الزراعه والمزارع المصري، وعندنا يعني الدوله المصريه بتسند المزارع المصري بالاعفاءات والمساعدات والمنح، عندنا بنك زراعي، فبنركز على الزراعه. زي ما انا بقول دايما ان مصر دوله زراعيه والزراعه ليها دور كبير جدا في دفع عجله الاقتصاد المصري. فانا شايفه المؤتمر ده بيختلف عن المؤتمرات السابقه، لان في مجالات جديده ظهرت في المؤتمر ما كانتش على الاجنده، زي التركيز على النظام او الخدمات الماليه غير المصرفيه والقطاع الزراعي في النسخه دي. دكتور ريم، يعني خليني استغل وجود حضرتك معانا النهارده واسالك، يعني ايه اهميه ان يكون في صوره مشتركه بين الحكومه والقطاع الخاص بشان دور المؤسسات والجهات الرسميه في احداث انتعاشه اقتصاديه، بجانب طبعا وضع حلول للمشكلات الاقتصاديه الحاليه؟ اكيد طبعا الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص بتؤدي الى تمكين الحكومه من شراء وتقديم خدمات البنيه التحتيه والخدمات العامه والاستفاده من موارد وخبرات القطاع الخاص. إيه لما يكون في شراكه في اي دوله، والدوله المصريه تبنت الفكره بين الشراكه بين القطاع الخاص والقطاع العام، هناك ترتيبات على تقاسم المخاطر وتنفيذها المشروعات على النحو السليم، بيحقق قيمه اجتماعيه اعلى وجوده اعلى وانجاز في وقت اقصر او اقصر من خلال تقديم الخدمات في موعد مناسب بتكلفه معقوله، فضلا عن تسهيل المكاسب المحققه من الابتكار والكفاءه. يعني احنا بنشكر القطاع الخاص لانه احنا بنشوف في كفاءات وفي ابتكار، فنحن بالحكومه بتحاول تستعين بالكفاءات والخبرات في القطاع الخاص. برضه مصادر جديده لبأس المال عداء وتحقيق نتائج مرجوه في الخطه اللي تتبناها الدوله. والحقيقه ان البلدان كثيره تبنت التداخل بين القطاع العام والقطاع الخاص مش بس مصر، واصدرت قوانين لسن بقى قواعد الشراكه. يعني احنا زي ما قلت برضه في المقدمه او الفيلم اللي عرضوه قبل المداخله بتاعتي، كان في ان الدوله اصدرت سياسه ملكيه الدوله وتخارج الدوله من او مشاركه القطاع الخاص في انشطه كثيره، فده اطار قانوني مؤسسي سليم للشراكه بين القطاع العام والخاص، مش بس على برنامج معين، لا على برامج مختلفه تساعد في تحقيق نجاح الشراكه دي، انه يبقى في اطار بيوضح او بيحدد الخطوط العامه للشراكه. والحقيقه ان بس مش في دول كثيره بتلجا الى القطاع الخاص لدعم
إنشاء خطط وإنشاء البنية التحتية للدولة والخطط اللي هي القومية بقى. بنشوف يا دكتور إن دي يعني جهود كبيرة جدا من وزارة المالية وكمان من الدولة بأكملها، إنها يعني تتصدى للأزمات الاقتصادية وما تحسس المواطن إن في أزمة. دكتور ريما عصام، مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة القاهرة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، لسه مستمرين مع حضراتكم في أخبارنا، لكن هنروح لفاصل سريع ونرجع تاني، خليكم. إن شاء الله مفيش نقطة مية نقدر نستخدمها أو حتة أرض نقدر نزرعها إلا ما نزرعها. من آلاف السنين مصر بنت حضارتها بالزراعة، لكن الزراعة واجهت تحديات كتير، بس خطوة ورا خطوة من 2014 بنسابق الزمن لأجل ما نرجع مصر تاني أرض الخير. وأول خطوة كانت التوسع الأفقي باستصلاح وزراعة مئات الآلاف من الأفدنة في المناطق الصحراوية في مصر، مشاريع زي الدلتا الجديدة ومشروعات في جنوب الوادي وشرق العوينات وتنمية شمال ووسط سيناء وإعادة هيكلة 1.5 مليون فدان في مشروع الريف المصري، بالإضافة لإعادة إحياء مشاريع زي مشروع تشكى الخير. وفي خلال 9 سنين بس نجحنا في استصلاح حوالي 1.7 مليون فدان، ووصلنا بالرقعة الزراعية ل 9.7 مليون فدان مقابل 8 مليون فدان في 2014. وبلغت تكلفة ما تم وجاري تنفيذه من مشروعات في مجال زراعة واستصلاح الأراضي أكثر من 46 مليار جنيه من 2014 حتى 2022. وبلغت قيمة الاستثمارات العامة في قطاع الزراعة 38 مليار جنيه عام 2022 مقارنة ب 5 مليار جنيه في 2014. اشتغلنا كمان على التوسع الرأسي اللي أدى لزيادة الإنتاجية خاصة للمحاصيل الاستراتيجية، ونجحنا في استنباط 150 صنف جديد عالي الإنتاجية، وده لمحاصيل زي القمح، الرز، الذرة والفول وغيره. ونجحنا في استنباط 30 صنف الأهم محاصيل الخضر، بالإضافة طبعاً للمشروع القومي للصوامع واللي نتج عنه زيادة في الساعة التخزينية لصوامع القمح من 1.4 مليون طن عام 2014 ل3.5 مليون طن عام 2022 بزيادة أكثر من الضعف. فتم إنشاء 41 صومعة ب19 محافظة. اشتغلنا على تحديث نظم الري والتوسع في أنظمة الري المتطورة بأحدث التكنولوجيا للحفاظ على كل نقطة مية في 2022. زاد إنتاج القمح ل9.6 مليون طن بعد ما كان 8.5 مليون طن، ولما اكتفينا من الخضروات والفواكه بدأنا نصدر لحوالي 160 دولة ونجيب عملة صعبة، فوصل إجمالي صادراتنا في 2022 لأكثر من 400 منتج زراعي لحوالي 6.5 مليون طن، وده أكبر رقم في تاريخ صادراتنا الزراعية. وكمان حققنا الاكتفاء الذاتي في الألبان والدواجن والبيض، ووصلنا بالقطاع الزراعي إنه يوفر فرص عمل لحوالي 5.5 مليون مواطن، بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لحوالي 15% في 2022 مقابل 11% في 2014. وقدرت مصر تحتل المركز الأول إفريقياً والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي. اللي حصل ده ما كانش صدفة، ده نتيجة تخطيط مدفوع بحرص على تحقيق الأمن الغذائي لكل أهالينا، لأجل ما تفضل مصر أرض الخير محروسة، والسنين قدام نحكي حكايتنا حكاية وطن. أهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مستمرين في أخبارنا الخاصة بالشأن المحلي. كنت كلمت حضراتكم من كام يوم في حلقة من الحلقات عن التغيرات المناخية، وهذا الملف المهم جدا اللي الحقيقة مصر بتبذل مجهودات كبيرة جدا فيه. التغيرات المناخية بالتأكيد لها تأثير على الأراضي الزراعية، لكن في مصر هنا كان التغيير الحقيقة مفاجئ ومختلف، لأنه كان تغيير وتأثير إيجابي
وليس سلبي، وده بعد تصريحات اللي أدلى بيها الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، اللي قال إنه التغيرات المناخية ظاهرة عالمية لها تأثيرات كبيرة على كل دول العالم، مشيرا إلى أن تلك التأثيرات كان لها عامل إيجابي لزيادة الصادرات الزراعية المصرية خاصة في الموالح، وأصبحت أكبر مصدر للموالح في العالم. زي ما كنت بقول لحضراتكم، بعد هذه التصريحات تأكدنا أن التغيرات المناخية مفيدة بالنسبة للأراضي الزراعية المصرية. الحقيقة لما قرينا هذه التصريحات وهذا البيان كنا حريصين جدا جدا على التواصل مع اللي قال هذا البيان، عشان كده بيسعدنا ويشرفنا أننا نرحب بالدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ. يا دكتور بنرحب بحضرتك وصباح الخير. دكتور محمد معانا؟ طيب، لحد ما دكتور محمد يجهز، كنت بتكلم مع حضراتكم على فكرة التغير المناخي. خلاص دكتور محمد انضم الينا مره ثانيه. دكتور محمد بنرحب بحضرتك وصباح الخير. اهلا وسهلا يا فندم، صباح الخير استاذ اندرو، وصباح الخير يا استاذ مريم. اهلا بحضرتك. طبعا يعني في البدايه بنحيي حضرتك على التصريحات والاخبار السعيده الحقيقه اللي احنا دايما بنكون حريصين عليها في برنامجنا، وهي فكره انه التغيرات المناخيه مفيده ولها تاثير ايجابي على الاراضي الزراعيه المصريه، وساعدت بشكل كبير في الصادرات الخاصه بالموالح، وده كان حسب بيان او تصريحات لحضرتك. ممكن حضرتك تفهمنا اكتر عن هذا الموضوع عشان الساده المشاهدين يفهموا؟ بدايه طبعا انا بشكركم جدا، وبشكر قناه الميسات على اتاحه الفرصه ان احنا دائما وابدا نتكلم مع الناس، لان الناس ده مهم محتاجة جدا طبعا اللي يتكلم معاها، وخاصه فيما يخصها يعني في الامور المهمه. فموضوع التغيرات المناخيه قضيه كل الناس بيسمعوا عنها لفترات طويله، ودائما وابدا يرتبط بالتغيرات المناخيه امور سلبيه، تاثير التغيرات المناخيه على قطاع الزراعه تاثير سلبي، تاثير على قطاع البنيه التحتيه، على الصحه وكذا. ولكن للتغيرات المناخيه وجه اخر، وده اللي احنا اتكلمنا فيه، ان احيانا بيكون تاثيرات ايجابيه بطريقه غير مباشره، بمعنى انها تاثر على بلدان اخرى فتقلل انتاجيتها، فانا اخش بمنتج عندي لمواصفات خاصه، لتنافسيه عاليه، لميزه نسبيه كبيره سواء في الوقت او في المسافه. وده اللي حصل بالضبط بالنسبه للموالح المصريه. الموالح المصريه، مصر للعام الرابع على التوالي تكون اكبر مصدر للموالح في العالم، اكبر مصدر، رغم ان اسبانيا على سبيل المثال وتركيا وبلدان كثيره عندهم مساحات اكبر منا بكثير، ولكن بسبب تاثيرات التغيرات المناخيه على هذه البلدان اتاثرت جدا انتاجيتهم، وبدا مصر تحتل هذه المرتبه المتقدمه جدا، يعني مصر رقم واحد في تصدير الموالح بعد ما كانت اسبانيا رقم واحد على مدار سنين طويله جدا. فده يعتبر جزء ايجابي. ما حدث للموالح بيحدث لمحاصيل كثيره احنا بنصدرها فعليا وبكميات كبيره، يعني انا بصدر عنب تقريبا 160 170 الف طن، بصدر بطاطس تقريبا مليون طن، واحيانا كنت بصدر بصل قبل قرار اخير طبعا عشان حفظ السوق المحلي، كنت بصدر ب 600 او 700 الف طن، دي ارقام كبيره جدا. البطاطا حوالي 140 160 الف طن، لها راجعه للتغيرات المناخيه في البلدان اللي بتستورد منا بسبب عدم ملائمه مناخ هذه البلدان لانتاج هذه المحاصيل، وبالتالي ده جزء ايجابي جدا. الجزء الايجابي الثاني ان احيانا بيكون الشتاء الطويل البارد زي ما حصل في 2021 بيكون صحيح سلبي لبعض المحاصيل، ولكنه كان ايجابي جدا لمحصول مهم هو القمح، وكان متوسط انتاجيه القمح ساعتها في 21 كان ما بين 19 ل 20 متوسط عام الجمهوريه، لان كان في مزارعين في محافظات زي المنيا بيعدوا ال 24 ارداف للفدان، فكان المتوسط كبير وكان الانتاج كويس وكان حاجه ايجابيه. وده الجزء الايجابي، ولكن ده لا ينفي تماما ان ما زالت التغيرات المناخيه قضيه مهمه وقضيه تاثيراتها كبيره، واحيانا التاثيرات السلبيه بتكون اكبر بكثير في بعض أكيد الاحيان. يا دكتور، وده اللي هيخليني اسال حضرتك، ان اكيد في اثار سلبيه للتغيرات المناخيه، يعني ويعني ايه هي الاجراءات اللي استخدمتها الدوله علشان تستنبط اصناف متوافقه مناخيا وخاصه المحاصيل؟
بالظبط كده يا استاذه مارينا، انت حضرتك تقريبا استاذ دكتور في البحوث مش كده؟ لما تقولي اطناق متوافقه مناخيا ده مصطلح كويس جدا، وده المصطلح الحقيقي اللي يجب تداوله في الاعلام او في غير الاعلام، وهي اصناف متوافقه مناخيا. بمعنى ان اصناف القمح المصريه كلها اللي هو حوالي 17 او 19 صنف كلها اصناف قصيره العمر، يعني 150 155 يوم بكتير، بعد ما كانت 180 يوم في سنين مش بعيده. قصيره العمر دي بتهرب من الصيف المبكر، احد مظاهر تغير المناخ في مصر اللي بيجي في نهايه مارس وابريل، بيجي متوافق مع الطور العجيني او الطور اللبن، يعمل لي مشاكل في القمح كتيره. فلما تم استنباط اصناف، وده جزء مهم جدا، وده جزء المزارع اللي بياخد صنف جيزه 171 او سخ 95 او بني سويف 7 او سوهاج 4، الاخر ما يعرفش ايه الجهد اللي اتبذل فيه، هو اللي بياخد تقاوي معتمده وبزرعه وبيجيب له انتاجات، بس لا اتبذل فيه جهد كبير جدا. وده كان توجه بالمناسبه من السيد رئيس الجمهوريه شخصيا، ان يتم التوسع في او النهوض بالمحاصيل الاستراتيجيه بالتحديد، محاصيل الحبوب بالتحديد، سواء كان القمح او الرز او الذره. وبالتالي الحمد لله، يعني لو احنا ملاحظين ان الانتاج المحلي ما زال ماسك نفسه في ظل برضه ظروف معانده، سواء كانت ظروف مناخيه او ظروف مستلزمات انتاج او تضخم في اسعار المستلزمات والحاجات دي كلها، لكن ما زال الحمد لله انتاج القمح القومي، انا بنتج بالمناسبه 10 مليون طن، 10 مليون طن قمح سنويا من مساحه حوالي 3 وشويه مليون فدان، انا تقريبا رقم 2 على مستوى العالم في انتاجيه المساحه. فعلا جهود كبيره جدا جدا من الدوله واهتمامها بقطاع الزراعه. طب يا دكتور، يعني انا عجبني جدا جدا لغه الارقام، واحنا تعلمنا في الاعلام انه لغه الارقام هي اللغه الصحيحه، وهي اللي بتدي نوع من انواع المصداقيه عند الساده المشاهدين. عشان كده خلينا اسال حضرتك عن حجم انتاج القمح لمصر، وتصنيف مصر عالميا من انتاج القمح وفقا لاخر تقرير لمنظمه الفاو. هو لو حضرتك بيعجبك الارقام، لان هي خير وسيله للايضاح، فانا بيعجبني المهنيه بتاع حضرتك في الاسئله. اشكرك يا فندم. ودي طريقه كويسه للتسلسل المنطقي لما نتكلم عن الموضوع معايا. فالقمح في مصر زي ما قلت لحضرتك، ده احصائيات من احصائيات الامم المتحده منظمه الفاو، واحصائيات اداره المسؤوله عن الاحصائيات الزراعيه في وزاره الزراعه الامريكيه اليو اس دي اي، هي اللي مصنفه مصر انها رقم 2 أو 3 على مستوى العالم في انتاجيه محصول القمح. من كام دوله بتزرع قمح؟ من حوالي 150 دوله بيزرعوا قمح في العالم، بما فيهم اللي بيزرع قمح على امطار وفي بيئه وبيزرع عروه واحده وحاجات كتيره جدا. ده ترتيب مصر بالنسبه لانتاجيه وحده المساحه. بالنسبه للانتاج، انا 10 مليون طن، صحيح انا مش زي الصين ولا زي الهند ولا زي روسيا ولا امريكا ولا فرنسا، لان عندهم مساحات بملايين الهكتارات، طبعا عندهم اراضي متوفره، عندهم المياه الامطار، وبالتالي عنده امكانيه انه يزرع بما كان بمساحات مهوله، لان امكانياته كده، موارده كده. خلينا نعرف ان انا في مصر بزرع في كل مصر، كل زراعه في مصر 10 مليون فدان من اجمالي 240 مليون فدان كلها صحراء. المحدد الاول والاوحد هو الميه، عشان كده هتلاقي ان الدوله بتتعامل، الدوله في خلال السنين القليله الماضيه بتتعامل مع مورد الميه على انه مورد مقدس. مورد مقدس. سواء كان من ناحيه الحفاظ على ميه مصر وحقوقها التاريخيه، ودي ما فيش فيها هزار، او حتى على تنميه مواردنا. احنا انشانا 3 محطات عملاقه اتسجلت في موسوعه جينيس، 3 محطات لمعالجه مياه الصرف الزراعي المحتمه وبحر البقر ودلوقتي الحمام، باجمالي 15 مليون متر مكعب في اليوم. انت بتتكلم حضرتك على ارقام بتسجل عالميا. ليه؟ هو انا مصر، مع احترام يعني، مصر دوله اقتصادها قوي جدا، ولكن دوله مجتهده، دولة بتجتهد قدر الإمكان إنها تحافظ على ملف الأمن الغذائي وتحافظ على السلم الاجتماعي للناس. أنا عاوز أفكر الناس بحاجة مهمة، مع احترامي بس لها علاقة مباشرة بالكلام اللي بنقوله. في 2007 و2008 حد يكتب على الجوجل كده أزمة رغيف العيش، هنلاقي إن كان في اقتتال من المصريين على المخابز، لكن الناس بتموت بعضها على المخابز، كانش في قمح ولا في عيش. صحيح. مرينا بأزمات كبيرة من 2011 حتى هذه اللحظة، والحمد لله تم الحفاظ تماما على هذا الامر، وما حصلش اي مشاكل على افران العيش، وما زال موجود وفي متناول الناس. هل ده يحسب للدوله المصريه كجزء من حفاظها على السلم الاجتماعي وعلى ملف الامن الغذائي؟ لازم يحسب، لازم يبقى في انصاف في الحكم على اللي بيحصل في البلد، حتى لو الدنيا غاليه شويه، فانا بحافظ على الاساسات. دول كثيره من اللي معاها مليارات الدولارات جت في ازمه كورونا وازمه الازمه الروسيه الاوكرانيه، ومش عارف تشيل قمح، لان اللي عنده قمح قاتل عليه.
فإذا الموضوع مش موضوع فلوس، موضوع إن دولة عندها القدرة والمقدرة والرغبة في الحفاظ على مقدراتها وعلى استلمها الاجتماعي وعلى أمنها الغذائي ولا ما عندهاش، وده اللي البلد بتعمله فعليا، ودي شهادة ربنا أولا مش شهادة للناس اللي بيسمعونا دلوقتي. الكلام ده كله كلام لازم الناس تحط في الاعتبار طبعاً. عشان نطول بالنا شوية ونعدي هذه الأزمة على خير، وإن شاء الله يحصل. كلنا عارفين إن مصر بلد مش صغيرة ولا قليلة، مصر بلد كبيرة بناتها وبإدارتها الموجودة. حقيقي. دكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، بنشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة، والحقيقة زي ما كنت بقول لحضراتكم جهود كبيرة جدا من الدولة المصرية في ملف تغير المناخي، وبنحاول بقى ناخد الجانب الجيد دايما من الأزمات، عشان كده يعني الحقيقة جهود كبيرة بتقوم بها الدولة. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم أخبارنا، لكن اسمحوا لنا نطلع لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية. برحب بحضراتكم من جديد، ووصلنا لآخر خبر معانا النهاردة. والحقيقة في الفترة اللي فاتت احنا شفنا تغيرات كبيرة في الأرصاد الجوية، مرة يكون الجو حلو ودافي ومرة يكون الجو برد، وعاوزين نعرف أكتر تفاصيل يعني. وكمان أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية أن آخر صورة للأقمار الصناعية بتشير لاستمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. عاوزين نعرف توقعات الأرصاد الفترة المقبلة، وهل هنستمر في الجو البارد ولا لا. وعشان كده بينضم إلينا عبر الهاتف دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضراتكم وأهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني عاوزين نعرف من حضرتك توقعات حضرتك للفترة المقبلة للطقس. احنا طبعا الاحوال الجويه يمكن كانت متقلبه خلال الايام اللي فاتت بشكل كبير، لكن اعتبارا من اليوم هنبدا حاله من حالات الاستقرار في الاحوال الجويه. ارتفاعات طفيفه في قيم درجات الحراره في فتره النهار، خاصه كمان ان هيكون في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، فبالتالي طقس فتره النهار هيكون دافي بشكل كبير في معظم محافظات الجمهوريه فيما عدا المناطق الساحليه، طقسها من مائل البروده لمائل الدفء خلال فتره النهار. خلال فترات الليل مع الغياب التام لاشعه الشمس طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره، بيكون محسوس اكثر ساعات الليل متاخر او فترات الصباح الباكر،
هتبقى فيها الأجواء شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية. كمان اليوم متوقع فرص سقوط الأمطار ما بين خفيفة متوسطة على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات شمال الوجه البحري. تمتد خفيفة المحافظات الداخلية هي مدن القناة جنوب الوجه البحري، وفرص ضعيفة الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، لكن في مجملها غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية. يمكن نحس بالاستقرار أكتر من وجود أمطار أو أي تقلبات جوية. بالإضافة كمان إن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة معنا خلال الأيام اللي جاية بشكل كبير، خاصة فترة الصباح الباكر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لأنها هيبدأ تأثير لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا. درجة الحرارة خلال الأيام اللي جاية يعني هتبقى كلها أعلى من المعدلات الطبيعية، تروح ما بين 21-23 درجة مئوية عظمى على القاهرة الكبرى، فبالتالي دفء تام استقرار في الأحوال الجوية. المهم بس إن ناخد بالنا الفترة اللي جاية من فرق درجات الحرارة بين النهار والليل وجود أشعة الشمس، بلاش ننخدع بأشعة الشمس، بلاش تخفيف الملابس، ما زلنا في فصل الشتاء، ما زالت الأجواء فترات الليل شديدة البرودة، فلازم فترات الليل متأخرة أو الصباح الباكر نلتزم الملابس الشتوية الثقيلة، والقيادة طبعا تكون بهدوء تام مع وجود الشبورة المائية فترة الصباح الباكر، يمكن كمان في اعتدال في سرعات الرياح بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية. طب دكتور، يعني دايما عارفين إنه شهر أمشير بيجي وبيجي معاه أتربة وزعابيب، فممكن حضرتك بقى تدلنا نصايح كده للسادة المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا، أهم المحاذير التي يجب تواخيها. هو بالفعل يمكن كانت الأيام الماضية كان في بعض الأيام فيها أتربة ورمال مسارة، ومهم بس أن احنا ناخد بالنا نتابع النشرات الجوية بصورة يومية، متابعة النشرة الجوية هعرف إيه الظواهر الجوية المؤثرة عليا. مهم كمان لما نلاقي نشاط سياح مثير للرمال والأتربة، مهم جدا ان احنا واحنا خارجين نرتدي الكمامات، القياده تكون بهدوء تام على اغلب الطرق، لان الاتربه احيانا بتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه. لكن بصفه عامه الاحوال الجويه على مدار هذا الاسبوع وبدايه الاسبوع اللي جاي مستقره تماما، مش هيكون فيها اي اتربه ورمال مسارة باذن الله. طب يا دكتور، يعني لو هسال حضرتك عن الشبوره والطرق السريعه. هو طبعا احنا بنقول الشبوره المائيه هي الظاهره الجويه المؤثره معانا خلال الايام اللي جايه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، واكيد بتاثر على الرؤيه الافقيه، فعشان كده مهم جدا تكون القياده بهدوء تام فترات الصباح الباكر مع وجود الشبوره المائيه واللي بتتلاشى فوره سطوع اشعه الشمس. يعني تقريبا مع الساعه 8-9 صباحا الشبوره المائيه بتختفي من على اغلب الطرق والرؤيه الافقيه بتتحسن. طب يا دكتور، في اي امطار، في اي رياح الايام اللي جايه؟ لا يا فندم، مفيش اي نشاط للرياح. زي ما قلت لحضرتك قبل كده، الايام اللي جايه فيها اعتدال كامل في سرعات الرياح، يمكن على مدار اي باقي ايام الاسبوع، مطلع الاسبوع اللي جاي مفيش اي اتربه، مفيش اي رياح، فبالتالي الاحوال الجويه مستقره بشكل طيب. دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه، بنشكر حضرتك جدا على هذه المداخله، والله يكون في عون كل مرضى جيوب الانفيه يعني في الاوقات الحاليه. مشاهدينا، بكده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا الإخبارية. دلوقتي هننتقل لفقرتنا الصحفية اللي بنتناول وبنحلل فيها أهم المنشطات اللي تصدرت في الصحف المصرية. الفقرة دي هيقدمها لحضراتكم زميلي أندرو، وهيكون معاه مداخلة تليفونية مع الكاتب الصحفي الأستاذ هاني فاروق نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. لكن قبل كل ده اسمحونا نطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معانا.